ظاهرة بدأت تنتشر في العديد من المدن العراقية، إنها ظاهرة المطاعم المتنقلة التي يديرها شباب أغلبهم يحمل شهادات جامعية، لكنهم قرروا الاعتماد على أنفسهم بعد أن نفضوا أيديهم من إيجاد فرصة عمل تناسب تخصصاتهم في مؤسسات الدولة. الظاهرة التي بدأت في العاصمة العراقية بغداد انتقلت إلى محافظات أخرى ووصلت إلى ميسان، حيث افتتح الشاب أحمد الذي يحمل شهادة الهندسة مطعمه في سيارة متنقلة صممها لهذا الغرض في مدينة العمارة. قررت أنه أعتمد على نفسي وما أظل أنتظر التعيين، أو يعني أظل شلون نقول حاط إيدي على خدي وأنتظر الفرج. فحاولت أنه أبتكر فكرة بحدود إمكانياتي البسيطة، اللي هو ما معقول أنه حلمي كان على قدي، فحاولت أن أبلور هاي الفكرة وأسويها بأبسط ما يمكن أو بالتكاليف البسيطة الممكن يعني متاحة عندنا هنا بالعراق. فاشتريت سيارة، هاي السيارة القديمة اللي شفتوها، وبدأت أحورها طبعا بإيدي حتى تناسب عملي. المطعم المتنقل الذي أسسه أحمد مع مجموعة من أصدقائه الخريجين ويقدم فيه مختلف أنواع الوجبات السريعة يحمل رسالة تحدي للأوضاع الاقتصادية التي تواجه شريحة الشباب من خلال المبادرة الشخصية التي تحاول تعويض الإخفاق الحكومي في إيجاد الفرص المناسبة لهؤلاء الشباب نتيجة الفساد. طبعا هي تجربة الشاب اللي يعمل يعني حول السيارة إلى مطعم تجربة ممتازة. أول شيء من حيث الريادة يعني هي تجربة حديثة بالعمارة ما شايفينها، وثانيا يعني البحث عن البدائل للعمل. رتبوا أمورهم على هذا المطعم الجميل، المطعم السيارة أو المطعم الجوال حقيقة، وهذه فكرة جميلة وجيدة وكسب نظيف وجهود شباب من أبناء هذه المدينة تولدت عندهم فكرة المطعم الجوال بتقديم الخدمات لشباب وأبناء ميسان في أي منطقة. ارتفاع نسبة البطالة في العراق إلى مستويات قياسية جعلت الشباب يعتمدون على أنفسهم عبر ابتكار وسائل كسب جديدة، ومنها إدارة المطاعم الجوالة التي لاقت استحساناً من أهالي ميسان. شيء حضار وشيء حلو جديد على خاصة على محافظة ميسان. هذا الشيء كوخ برجر يعني شغلة حلوة وجديدة علينا. بالنسبة لأكلهم كلش طيب يعني، وأسعارهم جدا حلوة ورخيصة ومتعودين عليهم، يعني دائما نجي ناكل هنا كلش طيب أكلهم. لم يجد هؤلاء الشباب فرصة عمل مناسبة بعد تخرجهم من الجامعة في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، ولم يكن لديهم من المال ليشتروا درجات وظيفية في المؤسسات الحكومية، فلجأوا إلى هذه الفكرة وحولوها إلى مشروع ناجح بما يمتلكوه من أدوات ومهارات بسيطة طوروها مع الوقت لتلاقي رواجا كبيرا في العديد من مناطق العراق.